بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة النحالين العرب في أنحاء الوطن العربي، أهلا بكم، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة شهر رمضان الكريم، أعاده الله عليكم بالخير والبركات، وبقدوم عيد الفطر المبارك جعله الله خيرا علينا جميعا في جميع أنحاء الوطن العربي إن شاء الله. النهاردة الهدف من كلامي إن أنا أهنئكم أيضا بتطوير موقعكم على الشبكة الدولية من موقع اتحاد النحالين العرب المسمى arabbusinessunion.com على الشبكة الدولية. هذا الموقع تم تطويره بحيث ان احنا نتواصل جميعا في جميع انحاء الوطن العربي كنحالين مع بعض، ما توقفناش اي مشاكل، ما تبعدناش عن بعض اي مشاكل، سنتواصل من خلال هذا الموقع الالكتروني. الهدف ان احنا نعمل نوع من التكامل الفكري، الهدف ان احنا نعمل نوع من الاكتفاء الذاتي للوطن العربي في منتجات نحل العسل، الهدف ان احنا نعمل سوق عربية مشتركة في منتجات نحل العسل، ونقدر ان احنا نصدر الى جميع دول العالم كقوة انتاجية كبيرة في جميع انحاء الوطن العربي. كمان ان احنا بنتبادل الخبرات من خلال هذا الموقع، بنتبادل الاخبار من خلال هذا الموقع، نهتم دائما بخبراتكم وتقديم مقترحاتكم من خلال هذا الموقع. أرجو أن يكون هذا الموقع بداية طيبة لسبيل أفضل للتواصل بين النحالين في جميع أنحاء الوطن العربي. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.